أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة ونور علم من لدنك يا رب العالمين. يوجد موضوع حقيقة اختلفوا فيه كثير من العلماء يعني في تفسيره، وكثير منهم قالوا أشياء يعني ما شاء الله يعني، ولكن نسوا أو لم يدخلوا في ارتباط يعني بأحاديث أو آيات التي يعني ليس لا تبطل على كل حال المفهوم، ولكن تجعله يعني غامضا. أنا في الأخير قرأت يعني بعض تفسير في هذا الأمر تاع هل الإنسان مخير أو يعني هو مقهور تحت قدر الله ومشيئة الله، وهو يعني ليس بمخير في الإيمان أو في الكفر أو في فعله أو عمله إلى آخره. فقرأت حقيقة وكنت يعني قبلت ورضيت بالمعاني اللي أعطاها الشيخ رمضان البوطي رحمه الله، وأيضا يعني قريت ويعني لقيت يعني حكمة ويعني محاولة جميلة لمحمد متولي الشعراوي رحمه الله أيضا، وقريت أيضا. وهنا يعني هذا العالم العظيم الإمام الكبير العظيم هو شيعي، ولكن ما شاء الله في التفسير تاعه تفسير الميزان يعني الإمام الطبائي. قرأت المسألة يعني هذه على موقفهم وعلى فهمهم وتفسيرهم لحرية الإنسان يعني في هذه الدنيا، ويعني هو والمقادير التي تحيط به، وهل هو حقيقة يعني مسير وحر في تسييره وأخذ القرار، أو هو يعني مقهور تحت مشيئة الله تحت قدر الله وتحت حتى حكم الله فيه إلى آخره. ففي الحقيقة يعني الإنسان كيف هو مخير؟ الإنسان مخير لأن الله عز وجل يعني جعل فيه عقل وذكاء ويعني قدرات في فكره للتمييز بين الخير والشر والفهم والعلم إلى آخره. لم يعطي هذا الإمكانيات وخاصة العقل البشري العقل لهذا الإنساني لأي مخلوق، ويوجد في درجة أدنى العقل للجن. فالمخلوقتين هذو الله يقول في القرآن الكريم وما خلقت بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صدق الله العظيم. هذه المخلوقات خلقهم الله لكي يعرفوا الله ويعبدونه، ولكي يعبدونه الله عز وجل لم يتركهم يعني في جهل في ظلمة في حيرة، بعث في البشر وفي الجن يعني 124,000 نبي ورسول، والخاتم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الأخير الذي أنزل من السماء هو القرآن الكريم المحفوظ يعني المحفوظ من عند الله المحفوظ يعني كما نزل وكما هو باق حتى تقوم الساعة.
وبعث الله الأنبياء والرسل لكي لا تكون عند الله حجة بعد الرسل. يعني لم الإنسان يوم القيامة بيقولش ربي أنا لم أعرف يعني كيف أعبدك وكيف نعرفك ولم تبعث فينا رسولا ولا نبيا يعلمنا الشريعة ويعلمنا الدين إلى آخره. فإن كان الإنسان هكذا يعني له وجود كوني يعني في نفسه وفي المحيط تاعو، الكون تاعو هو عنده عقل عنده حواس عنده قلب يفهم به يعني، وعنده عقل فيه يعني ثاني هذا العاطفة فيه الحب فيه الكره فيه 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 حتى العلم حتى فيه بصيرة إلى آخره، وعنده عقل يميز به ويعرف به ويتعلم به ويفكر به ويتخيل به، وعندي حتى يعني في المنام يعني عنده الروح تاعو يعني ترى الرؤيات إلى آخره، وهي مرتبطة بالعقل وبالقلب. فإذا إذا كان يعني الآن الإنسان عنده شريعة يعني عنده شريعة وعنده كونه التكوين تاعه اللي هو يعني مفضل، وهو عنده العقل وعنده حواس عنده قلب يفقه به أيضا، وعنده شريعة خارجية يعني نحن علينا أن نطبق تلك الشريعة الربانية وهي القرآن والسنة، ندخلها في قلوبنا في أنفسنا بتطبيقها في حياتنا. هذا هو يعني الشيء المطلوب ويعني المأمور والمطلوب من الله عز وجل في لكل إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وهو مبعوث للإنس والجن كلهم يعني كلهم. فالناس يعني اللي كانوا يعني دخلوا في هذا يعني الجدال أن الإنسان يعني مكتوب عليه يروح للجنة ولا مكتوب عليه يروح للنار، وكاين احاديث ما نذكرهاش اليوم هنا لان يعني يطول كثير الحديث لو كان ندخلوا فيها. هذا الناس اللي يقولوا هذا يقولوا يعني باللي قد الله الذي قدرها ان يعني يجعل هذاك كافرا ويجعل هذاك مؤمنا ولكن السر تاع القضاء والقدر في الحقيقه القضاء والقدر هم من الغيب، غيب الذي لا يعلمه أحد غيب يعني يعلمه إلا الله وحده. وإن كان الغيب لا نعلمه ولا نعلم ماذا يعني قدر الله علينا ولا كتب الله علينا، نحن بعقلنا وبقلوبنا يعني نتبع ما قاله الله ورسوله يعني ونمشي في ذلك المنهج في ذلك الصراط المستقيم، لا نحاول أن نفهم ولا لأن لا نستطيع، لأن القدر أمر غيبي مطلقا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الإنسان يعني في هذه الحياة كيف تكون له الخاتمة، يموت كافر ولا يموت مؤمن، لا يعلم هذا. ولذلك نحن يعني علينا أن يعني نطبق ما قاله الله ونمشي يعني على يعني المنهج الرباني على الصراط المستقيم، وندعو الله يعني كل يوم أن يهدينا ويزيدنا هداية حتى نموت على ذلك الإيمان. وأيضا يعني في بالعقل نستنبط ان في الحقيقه الشرع هذا اللي نتكلموا عليه وهو يعني في القران وفي السنه لا علاقه له مع القضاء والقدر. يعني لازم الانسان لا حب يكون يعني على الصراط المستقيم وينجي من هذا يعني الجدال وينجي من هذا يعني الفلسفه الغامضه اللي يعني تجعل حياته في الحقيقه يعني مضطربه وغامضه، عليه ان يعني
لا يدخل قضية القضاء والقدر في قضية الشرعية تاعه، ولأن الحرية تاع الاختيار هي بين يديه، فيعني عليه أن يقوم بالواجبات ويترك الشيء الغيبي الذي لا يعلمه أحد بين يدي الله عز وجل. هو يصفي روحه ويعني يطبق يعني كل يعني أركان الإسلام والدين، ويطبق السنة ما استطاع، ويبقى على هذا يعني هذا المنهج وهذا يعني السيرة حتى يلقى الله. لأن في الحقيقة يعني القضاء والقدر لا يتدخل في حرية الإنسان واختياره لكل عمل أو فعل. نوضح الأمر، يعني نعطي مثلا الآن أنا يعني هكذا أنا حيين عايشين، أنا نأخذ قرار نرفد كأس من هذا المكان ونحط لك الكأس لهي، هذا القرار الذي أخذته هو من مشيئتي أنا، ويعني هذه المشيئة أو الإرادة اللي كانت فيها أمرت اليد يعني باش رفعت لك الكأس ثم يعني وضعته هناك، هذا الأمر وهذا الفعل كله مني ليس من الله. وإن كان الله من ورائي يعني كل شيء وهو محيط بكل شيء، نعم تبقى هذا القرار وهذا الاختيار لي أنا. وعندما الإنسان يقول أنا فهو هو، ليس الله عز وجل كما تقول الصوفية وإلى آخره. كما قال الله عز وجل، وهذا تدل، توجد آية في سورة الكهف تدل على ذلك، يعني تدل أن الاختيار في الحقيقة للإيمان أو للكفر أو لعمل الخير أو لعمل الشر أو يعني لكل فعل لكل عمل هو الاختيار بين يدي الإنسان. ويقول الله عز وجل وقول الحق، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، صدق الله العظيم. هنا في هذه الآية الله يعطي الحرية المطلقة يعني الواضحة، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. المشيئة هنا يعني هي للإنسان بظاهر يعني الآية، فلذلك يعني هنا احنا نتبع القرآن ونتبع السنة، ما دام قال الله فمن شاء المشيئة لك أنت الذي تختار يعني الإيمان وتطبق الإسلام أو تختار يعني العصيان والكفر والإلحاد، وهذيك اختيارك أنت. ويعني الإرادة الربانية في هذا الكون والإرادة الشرعية يعني حاجات يعني مختلفين. الإرادة الكونية الله جعل فينا مثلا في كوننا كإنسان وفي الكون كله مقادير، يعني مقادير ثابتة. نعطوا مثل تاع المطر، البخار يعني من البحار يصعد إلى السماء ثم يتجمد ثم يكون برق ثم الرعد ثم تنزل، يعني يحب يعني تنزل المطر يعني كما راهي تنزل، هذا الأمر ثابت. ولو على كل حال ربي يعني هو جعله ثابتا ويؤثر أو يغيره كيف يشاء عندما يشاء، لأن كل قوانين تاع الطبيعة هي هو الذي خلقها، وإن شاء يعني غيرها، كما يعني مثلا عندما يعني أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانفلق يعني البحر يعني وانشق وكان الطريق ما بين البحر، هذا يعني معجزة إن شاء الله، يعني غير قوانين الطبيعة بقدرته أو بأمره. أما في الإنسان وفي الجن خاصة لهم إمكانيات واستعدادات، ولهم خاصة عقل وذكاء وتمييز بين الخير والشر، ويعني حتى في الغريزة يعني في فطرتهم يوجد نور إيمان، عليهم أن يعني بالتطبيق أن يعني يقووا ذلك النور
ذلك الإيمان بطاعتهم لله وتوبتهم إلى الله عز وجل. فالقانون يعني الكوني يعني هو كما قلنا، أما الشرعي فهو خارجي، لأن القرآن أو السنة هي خارجية على علينا يعني بإيماننا أن ندخلها في قلوبنا بالعلم يعني بالأسئلة، بقراءة القرآن، بفهمه يعني وبتطبيق السنة تدريجيا، حتى يعني نتنور بالقرآن والسنة وبالدين كله على كل حال. ولو قدر الله يعني ذوك الأسئلة هذه اللي تسأل كثيرا، لو قدر الله على الكافر كفره ليدخله بذلك الكفر إلى النار، يعني لكان الله ظالما. يعني أليس هذا يعني حق؟ يعني لو كان الله الذي قدر لكي يكون ذلك الإنسان كافرا ملحدا أو يعبد البقر أو يعبد يعني القردة أو يعبد الفأر أو يعبد بودا، هذيك الاستاتيو هذيك يعني هذاك، لو كان الله يعني قدر عليه ذلك لكان الله ظالما ظلمه. أما إن كانت من حريته واختياره وأخذ قراره لتلك العبادة، يترجع المسؤولية للإنسان يعني ويحاسب عليها. الله عز وجل يقول في القرآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك هنا يعني في هذه الآية الناس أنفسهم يظلمون، عندما أنت لا يعني تتوب وتتبع الرسول ويعني تتبع الهوى تاعك أو شيطانك يعني أو نفسك أيضا، فذلك ضلال، هذا ابتعاد على يعني الحق، ابتعاد على الدين، على الإسلام وما أنزل به يعني الله عز وجل من سلطان علينا ومن يعني ومن منهج ومن يعني كل يعني كل ما في القرآن الكريم والسنة من العقائد ويعني المحرمات والمباحات إلى آخره، من حلال وحرام إلى آخره. يعني أزيد أنا شخصيا يعني استنبطت يعني أمور في القرآن التي تدل أن الإنسان يدخل الجنة بعمله ويدخل النار بعمله. وكثير من الآيات في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيها أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لو كان دخول الجنة بقدر أو باختيار من الله عز وجل لقال الله أدخلوا الجنة بما قدر عليكم أو كتب عليكم، ولكن الله يقول أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني العمل يعني هو يعني تطبيق الإسلام وطاعة الله وطاعة الرسول ويعني الموت على ذلك حتى يعني اليوم الآخر، وكل عمل خير عمل صالح يكتب له، وبهذا العمل بهذا يعني تطبيق الدين والعمل الصالح والصالحات يدخل الإنسان للجنة بعمله ليس بقدر أو بمكتوب سبق عليه في العلم الأزلي أو كان في علم الله. نعم من بعد نتكلم عليه شوية، علم الله سبق في الإنسان يكون كافرا أو مؤمن، نعم، ولكن الحرية تبقى للإنسان في الاختيار. ولذلك يقول الله عز وجل لكل إنسان إلا ما سعى، يعني إلى مساء في الدنيا، يعني من عمل صالح وعبادات وطاعات وذكر إلى آخره، فهذا الذي يعني يبقى معه في قبره وينجيه من عذاب الله يوم القيامة.
والله عز وجل يؤكد هذا يعني الاختيار للإنسان بهذه الآية: وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. إما يقول الله إما شاكرا وإما كفورا، يعني الاختيار والمشيئة للإنسان. أما يعني نتكلم الآن على علم الله الذي سبق، يعني سبق عند الله علم الله سابق في كل شيء، وكان الله ولم يكن معه شيء، وقبل أن يخلق كل شيء كان في علمه في علمه كل شيء. ومن ذلك العلم الرباني الذي كان في ذات الله عز وجل نسخ، أمر القلم أن يكتب يعني على اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وكيف يعني يكون كل شيء يعني في هذا الوجود، حتى الانتهاء هذا الوجود، حتى يعني تقوم الساعة، وحتى يدخل أهل النار أهل النار بأسمائهم الذي يعني كان يعلمهم الله عز وجل، ويدخل أهل الجنة الجنة، وكانوا اسم كل اسم تاع واحد كان يعني في علم الله قبل أن يعني يخلق هذا الوجود. يعني وكتب يعني بعد علمه كتب المقادير تاع كل شيء على اللوح المحفوظ، والوجود كل شيء في اللوح المحفوظ، والانتهاء تاع كل شيء في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة وبعد الساعة. يعني الحقيقة يعني لو كنا ندخل في بعض يعني تفكر القدر اللي هو في اللوح المحفوظ، يعني منفصل على مشيئة الإنسان على وجه الأرض، ومنفصل على حرية الإنسان يعني في فيما يقوم به في هذه الدنيا. المقادير يعني منفصل كيف؟ يعني كيف منفصل في الحقيقة؟ الإنسان يسأل هذا السؤال، وهو يعني كيف منفصل؟ لأن الإنسان له عقل وله وعي يعني في اليقظة بكل ما يحيط به، ويعرف الخير والشر، وهو له هذا يعني العقل والوعي والحواس والقلب وحياته شاهدين عليه وعلى حريته في كل فعل أو أمر يقوم به. أما يعني الشيء الغيبي يبقى غيبي، لا يعلمه إلا الله، هو يعني عندما يقوم بالأشياء يقوم بها بهذا العقل تاعه بوعيين إلى آخره، وعندما يفعل الشيء فهو الذي فعله. الآن ارتباط مقام به مع الغيب أو مع يعني مشيئة الله ولا إرادة الله هذا شيء آخر، لأنه ولو يعني هو في الحقيقة كائن يوجد هذا، يعني تسبق مشيئة الله قبل مشيئة الإنسان وإرادة الله قبل إرادة الإنسان، نعم، ولكن تبقى غيبية. ولذلك الإنسان يأخذ كل شيء في هذا الوجود بعقله بوعيه بفهمه بعلمه، يعني حتى يعلم الحقيقة، يعلم ما هو حلال وهو حرام، ويعلم ما هو يعني ما هي الطريق إلى الله عز وجل إلى آخره. يعني حتى الله عز وجل يقول في آية من القرآن الكريم أنه عندما يعني يتكلم على الحيوان: لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. ولكن يقول العلم، والعلم سابق على الكتابة في اللوح المحفوظ، وعلمه لأنه هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو يعني كأن الله عز وجل يرى الأشياء ليس في الحاضر ولا في الماضي، يراها بعد المستقبل، لأنه هو الأول والآخر. والإنسان لكي يعلم ما معنى علم الله في الأشياء فيحاول أن يفهم ما معنى اسمه الآخر
وما معنى اسمه المؤخر، المقدم والمؤخر والأول والآخر، يفهم هذه المعاني، لأنه هو ينظر للأشياء كيف كانت بعد ما كانت الله عز وجل. لذلك علمه يعني شاملا، يعني من الأول إلى الآخر وفي الحاضر. ولذلك علمه يعني سبحانه عز وجل يعني محيط بكل شيء في كل وقت، وكأنه الله عز وجل يرى الأشياء بعد وجودها وبعد فنائها وبعد القيامة، لأنه يتكلم حتى في القرآن على كلام يعني ما بين أهل النار وأهل الجنة في سورة الأعراف، ويقول أهل النار أفيضوا علينا من الماء. هذا الحوار يكون يعني والله تكلم عليه قبل أن تقوم القيامة الآن، ويعني كما قال في بعض الآيات من القرآن عندما يستعمل السين يعني للتأكيد الوقوع الشيء في المستقبل، سيصلى نارا ذات لهب على أبو لهب ويصلها ومات كفيرا. ويقول سيقول السفهاء من الناس من ولاكم عن قبلتكم التي كنتم عليها، يعني سيقول وقالوها. وكذلك يعني كأن الأمور يعني عند الله عز وجل في علمه السابق وعلمه الأول وعلمه الآخر، يعني رأى كل الأشياء كيف هي كانت وتكون، ولا تستطيع أن تكون غير ما كانت وخلاف على ما كانت عليه حتى فنيت. هذا النظرة من وراء اسمه المؤخر ومن وراء اسمه الآخر، يعني نفهم شوية كيف الأمور يعني عند الله وفي كيف هي في علم الله. ولكن تبقى المشيئة وحرية الاختيار والقرار للإنسان، لأن هذا العلم هو علم الله، ولا يستطيع الإنسان أن يعلمه أو يدخل فيه أو يفسره، مستحيل مستحيل مستحيل. ويعني نقول باللي هو كما قال الله عز وجل أيضا أن الله هو أعلم بالمهتدين، مثلا أعلم بالمهتدين، يعني الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه، على يعني بعلمه الذي سبق في ذلك الإنسان. ولذلك يهدي من يشاء على حسب ما يوجد في قلب ذلك الإنسان من النيات، من الإيمان، ومن يعني الاستعدادات إلى طاعة الله وطاعة الرسول والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان يعني إلى آخره. كل إيمان إن رأى يعني ميلا من القلب إلى هذا الجهة فالله يهديه ويعينه وعلى يعني على طاعته وعلى توبته. فيعني في الحقيقة يعني هذا المسألة صعبة على كل حال، لأن أنا ما حبيت نتكلم على أحاديث لدخل حتى يعني بعض الشك ولا الظن في هذه يعني المحاولة. مثلا يعني الله عز وجل يقول استغفر الله، يعني في حديث لرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يعني مسح يعني مسح على ظهر آدم فقبض قبضة بيمينه وقال ها أنتم من أهل الجنة ولا أبالي، ثم مسح من جهة أخرى بيمينه وقبض قبضة من ذرية يعني آدم من في أصلابه وقال أنتم من أهل النار ولا أبالي. نعم هذا الحديث يعني فيه يعني تفسير خاص، لأن الله عز وجل قبل أن يمسح على ظهر آدم اللي كان موجود يعني كان خلقه، كان سبق القلم ما كتبه في اللوح المحفوظ،
وكان في اللوح المحفوظ أهل النار وأهل الجنة. وقبل أن يكتب القلم في اللوح المحفوظ كان في علم الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار بعدل منه، بحكم يعني عادل منه، يعني ولم يظلم أحد، لأن أعطلهم الحرية وأعطلهم يعني كلهم، أعطلهم الأنبياء والرسل، وأعطلهم القرآن، وأعطلهم المنهج، أعطلهم يعني حرم عليهم ما حرم وحلل عليهم ما حلل. يعني وعلى الإنسان أن إذا كان مؤمنا أن يتبع الله، يعني يتبع الرسول، يطيع الله ويطيع الرسول، يعني في علمه سبق ثم كتب. لذلك من آدم من ذريته مسح وأخذ يعني بعد علمه وبعد يعني حكمه وعدله في حكمه مسح وأخذ، وهو الذي قال وهو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، هو مخلوقين، ولكن تبقى أيضا الحرية في الوجود هنا، ولو كنا في روسيا أو في أمريكا اللاتينية أو في إفريقيا أو حتى في الهند. على الإنسان أن يبحث على الدين الحقيقي وعلى الرسالة الحقيقية ويعرف مولاه ويتبعه، لأن بعد 16 سنة أو 18 سنة الإنسان يبقى يسأل من هو الله، من خلقني إلى آخره، فعليه أن يبحث. فإن ترك فهو جاهل أو يعني غافل، وهذا يعني يرجع إليه، وهو هذا يرجع ليه؟ للإنسان، لحريته، لقراره، يعني اختياره لذلك الحال الذي هو فيه إلى آخره، وله عقل وله تمييز وله فكر وله ما شاء الله يعني إمكانيات واستعدادات ربانية فيه التي ستتركه حرا في قراره في اختياره. الله يعني الله عليم بما يكون قبل أن يكون، وإن كان كيف يكون وإلى متى يكون. هذا العلم شامل كما قلناه، يعني علمه يعني هو الأول والآخر، وهو المقدم والمؤخر، يعني بأسمائه هذه الحسنى نفهم أنه كل شيء عنده كان قبل أن يكون، والآن هو يجرى كيف كان عند الله في علمه، في علمه. ولكن يعني للإنسان والجن أعطلهم حرية بعقلهم وبالإمكانيات والاستعدادات والهدايات التي جعلها فيهم لكي يميزوا بين الخير والشر وبين الحق والباطل، ويعرفون مولاهم ربهم خالقهم ويعبدونه كما أمر سبحانه عز وجل. لذلك يعني في الحقيقة هذه ما كنت أريد أن أقوله، يعني يبقى يعني الاختيار للإنسان، لأن العلماء هذو اللي يعني خلقوا بعض شبهات وتخلطت المسألة بالقضاء والقدر، وحتى بعض يعني راحوا فسروا الذين سبقت لهم من الحسنى يعني أن هذا يعني ما يعني الذين هم من أهل الجنة قدر الله وحكم عليهم وقبل أن يكونوا وهداهم لذلك، وهذا خطأ أيضا، لأن نعم سبقت لهم الحسنى من عند الله في علم الله، ولكن تحقيق ذلك الحسنى التي يعني سبقت عند الله يحققها الإنسان بعمله بفعله بطاعته بإسلامه بدينه يطبقه. يعني لا تسبق الحسنى لإنسان لم يطيع الله ولم يقم بواجباته الدينية، يعني هي سبقت في علم الله، ولكن الإنسان يحققها في وجوده بطاعته لله ولرسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة توجد كثير من الأشياء غامضة في الدين، لأن يعني الآيات القرآنية أو الأحاديث يعني النبوية الشريفة في بعض الأحيان عندما لا نفهم المعنى تاعها ونضعها في يعني في في ما في محلها في 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 مكانها ونفهم يعني نفهم حكمتها،
يعني في 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 الأمور الدينية كلها يسمى نجعلها في في مكانها ونربطها نعم مع الآيات الأخرى، ولكن نعطي لها يعني التسلسل تاعها في 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 كل في في, في تسلسل الدين وبناء الدين، لكي نعرف المكان تاع يعني المكان تاعها في يعني الدار كلها دار الدين كلها، نعرف المكان تاعها اللي تليق به وبالمعنى الصحيح. ولا يعني هو الحقيقة الانزلاق كله في التفسيرات وفي الفهم الذي يعني أضل كثير من الناس، واجعل بعض يعني يعني الآيات أو المفاهيم للآيات تخلق شبهات وتخلق يعني ضلالات. والدين هو واضح، علينا أن نأخذ يعني بظاهره أولا ونطبقه، ونترك لله هدايتنا وأن يزيدنا إيمانا ونورا مع تطبيقنا للدين كله ولطاعة الله ولطاعة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وندعوه أن يثبتنا على الصراط المستقيم كما ندعوه في كل صلاة، أهدينا إلى الصراط المستقيم. كل يوم نطلب من الله عز وجل في صلاتنا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ونبقى ونثبت عليه إن شاء الله حتى نلقاه. هذا يعني إن شاء الله تفسير ومحاولة جديدة لفهم أن الإنسان مخير وليس مقهور أو مقدر عليه الكفر أو الإيمان من عند الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.